السلام عليكم أعزائي المشاهدين، اللهم صل على محمد وآل محمد. أعزائي المشاهدين، اليوم عندي طريقة فحص وصيانة وربط كارت سبلت عمودي 3 طن الحافظ، وأكو بعد نوعيات يعني بغير اسم الحافظ، بس هي نفس الكارت. تجي بالحارة كارت وبالباردة كارت. بالباردة يكون بالقطعة الداخلية يعني يكون حساسات بها 2، وبالقطعة الخارجية يكون بها 7. 7 حساسات هسه راح نتعرف عليهم. هذا الشاشة مالت الداخلية، وهذا الكارت بالداخلية، وهذا الكارت نفسه هو طبعا موحد يكون بالقطعة الخارجية. الحساسات مالته اللي هنا ذني بالداخلية، هذا واحد الواير الأبيض والواير الأسود فقط ذني، هذا E1 و E2 ذني، يقلن E1 و E2. هذا الحار والبارد الرئيسي مالت الخارطة يجي هنا يربط. القطعة الخارجية تجي بيها هذا يعني الأس الإشارة اللي يخرج من هذا الأزرق الإشارة الأس، هذا وهذا البارد المشترك اللي يجي بين الحارة والباردة، وهذا اليم الفيوز الحارة الرئيسي. هسه خلصنا من الربط. الحساسات يجن ذني الأبيض والأسود، هذا E3 و E4، وذني الأحمر والأبيض يجي هذه هسه هاي B10 وهاي B11. هاي بي 11 وهاي بالطرف B10 اليم المصابيح B10. نجي لهاي اللي وحدها هاي B7، وبعدين هذني هاي كومبريسر، وهاي فان الخارجية، وهاي تدفئة نتركها، وهاي متروكة، هي من الشركة متروكة هسه. وهذا B12 الامبيرية مال كومبريسر، والكارت كله E5. هسه انا خليت مقاومات يعني مكان الحساسات نفس القيم، وراح اشغل ونشوف التشغيل مالته. نربط قلنا الحار والبارد فقط، وذن الممصلات الحار والبارد. هاي هسه اشتغلت الكارت، اشتغل B7. احنا قلنا هذا الحساس. هسه راح نطفي ونشغل من جديد. هسه نطفي ونشغل حتى تروح B7. هاي هسه اشتغل B7. هسه خلينا نشوف. هسه بدلنا هذا الحساس بواحد اخر من نفس الخارطة، وراحت B7 واشتغل. هسه ننتظر على ما يحول للخارجية. هذا المصباح نخليه على خط الكمبريسر، ونشوف خط الفان همين طافي، وننتظره 3 دقائق. هسه حول، اشتغلت القطعة الخارجية، هذا قلنا المصباح. طبعا بعد تقريبا 4 دقائق إلى 5 دقائق وحول. هسه هذا الفان الخارجية، وهذا الكمبريسر مشتغل. هاي التدفئة طافي، وهذا قلنا متروك هو من الشركة. فهسه ذني هسه اشتغل، اي عطل ما بي اشتغل بيه الكمبريسر. والحساسات ذني خليت انا مؤقت، من نريد نشده بالقطعة الخارجية يشد الحساسات البلادية. واي واحد عنده استفسار عن اي اعازات بالعمودي بالقطعة الخارجية من اي شركة يكتب لي بالتعليقات، وانا ان شاء الله راح اجاوب عليهم، لان اكثر الاجهزة مر علينا ونعرف حافظينها يعني الاعازات مالتهم. وافلح من صلى على محمد وآل محمد بالتعليقات، ولايك ومتابعة، وشكرا لكم.